ما يعيشه المواطن في صلاح الدين وباقي المحافظات جعل من أمنيات العيد لا تتعدى طلب الأمن والأمان وطوي صفحة الموت الذي يطارده أينما حل وارتحل. العيد جاء وضحايا انفجارات وحرائق ووباء وفقر غطت بغطائها على كل هذه الأمنيات. نتمنى لشعبنا الأمن والأمان والخير وتحقيق الأماني في كل مجالات الحياة. الأمن والأمان هو بالدرجة الأولى يعني خاصة، وبعدها الإعمار، لأن لا يتم إعمار ولا يتم بناء ولا يتم حلول أي شكل إذا ما يكون هناك وجود أمن وأمان. أبناء المحافظة تأملوا جلاء غمة المعاناة التي عاشوها ويعيشونها من خراب وانعدام خدمات وفساد، مطالبين الحكومات المحلية والمركزية الالتفات الجادة للعمل على رفع حمل هذه المعاناة عن كاهلهم. نناشد الحكومة بهذه المناسبة أن تلتفت لهذا الشعب العانى ما عانى بهاي الظروف الصعبة أن توفر له وسائل الراحة ولو جزء بسيط، ونطالب الحكومة الاتحادية بإعادة بناء البلد والاستقرار والأمن والأمان والتكاتف من أجل المواطن العراقي. تكون هناك التفاتة من الحكومة المركزية على محافظة صلاح الدين من ناحية الخدمات، من ناحية الإصلاحات، من ناحية مكافحة الفساد. أمنيات العيد هي ذاتها أمنيات ما قبل العيد وبعده، أمن وأمان وأمل بأن يكون الحال أفضل مما هو عليه. من صلاح الدين فراس الحسني، التغيير.